الله. انا يعني بصراحه مية مية يا ناجي، احمد ناجي ده كان اضافه كبيره جدا يا كابتن مصطفى، ان هو جه كان جول يعني موهوب، موجود في نادي ترسانه موهوب. لا جون حاجه ما لا انا عارف طبعا انا بضحك، لا حاجه احمد ناجي ده حاجه ثانيه، خلي بالك يعني زي وزي عماد المندو والناس دي يعني طبعا فكر صالح والناس دي وبتاع طبعا. طب قول لي انت ده مين اللي خد قرار انك تدرب منتخب؟ كابتن سيد عبد الرازق وكابتن سيد طباخ. ده بدات معاهم مع اول المنتخب. ما بدات هم عندهم كان بركات معايا واسلام الشاطر ده المنتخب الثاني. لا كان منتخب 15 سنه كانوا موجودين في بتاعه ابو قير دي اسكندريه، اكاديميه ابو قير الاكاديميه البحريه. فلقيت تليفون في النادي بلغوني قالوا لي الدكتور خطاب بيقول لك تروح سلم نفسك في الاكاديميه البحريه في اللي بتاعت ابو قير. اشتغلت في كل المنتخبات؟ اشتغلت بقى اول شغلي ده مع كابتن سيد عبد الرازق وكابتن سيد طباخ. قعدت قد ايه في المنتخبات الشباب؟ قعدت بالظبط كده بتاع حوالي 15 سنه. 15 سنه؟ هل في انديه ثانيه دربت فيها؟ في نادي المصري قعدت 4 سنين هناك. في النادي المصري؟ نادي المصري من البلد الوحيده اللي يعني بعشقها احبها حبها كابتن مصطفى، يعني زي نادي ترسانه بالظبط، نادي المصري حاجه ما شاء الله يعني. ورحت نادي الاولمبي كمان، طلعناهم انا والكابتن مصطفى يونس. طيب طلعناهم من دوري ممتاز. لو قلت لك ايه مواصفات حارس المرمى كويس تقول لي ايه؟ ايه المواصفات اللي تشوفها فيه وتقول ده حارس مرمى كويس؟ انا بشوف الجول كيبر قدامي كده كابتن مصطفى من غير ما تمسك بتفرزه بقى. يعني انا بقول لحضرتك اشوفك اقول زي بمسك لمؤاخذه البنطلون اقول لك ده مقاسي ولا مش مقاسي. البس بيبان عليه يعني بان ده مقاسي خلاص بان عليه على طول يعني. هيعرضوا لك يا عم عشان بس ما تقولش ايه كاني ومالي. بص ده الكابتن ابراهيم عبد الصمد بيرفع الكوره دي وده طاهر الشيخ. عبمولك شر وحياتك. لا مش لسه مش دي مش الجول ده. انا بقول لك عبمولك شر. انا عارف انا ده ابراهيم عبد الصمد لعبها وطاهر الشيخ دخل فيها حتى قطع الشبكه فيها. لا بتاع الشبكه ده ماشي غيره يا كابتن مصطفى. ايوه ما لا هجيب لك الماتش بتاع ثلاثه اقول لحضرتك. طيب ايوه بتاع ثلاثه ايوه. لكن الكره بتاع دماغك دي كان عمونا شر وكسبتونا برضه دلوقتي التلاتة. هنشوفها اللي ماشي. بعده يا شباب. ايوه والله العظيم عارف انا من ناحيه اليمين كمان. انا كنت دخلت راس حربه. ايوه طارق الشيخ شاطها جامد قوي، قطعت الشبكه وطلعت بره. ده الماتش ده انا كنت بلعبه حتى جايين هم بيربطوا الشبكه وبتاع، قلت له الشبكه دايبه وبتاع وتيجي كان الكوره بقى. بس انت قلت انها مش جول في الاول. انا اللي قلت مش جول وما حسبهاش ما كانش هتحس. الجول اللي بعده يا شباب الاهداف اللي بعديه ده انا ده كابتن مصطفى. ما انا بقول لك ادي ده ماتش الترسانه ادي بص ده زكريا ناصف. عمولك شر اهو. ايوه ده خالد جدالة. ايوه ده عموله عمولك شر. طيب استنى بس والكره بتاعت الهدي دي اللي انت ده انت اول جول كمان انت ما جبتش الجول يا شباب ولا ايه؟ اهو ده طيب مين ده اللي بعده الجول اللي بعده علاء مايوب كمان كان لعيب جامد قوي. شوف مين ده. طب ماشي 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 هنشوف لسه بنشوف الجول التالت بس بنشوف الجول التالت. لا كنت فرقه بتدوخه اي حد. امال ايه كنت فرقه بتدوخه اي حد يا عيني يا عيني. انا عاوز الماتش بتاعك يا كابتن مصطفى اللي هو بتاعت الكره اللي هي الاولانيه بتاعت الهدي دي هيجيبوها لك دلوقتي. انت عاملها انت عاملها من بره ال 18. هنا جاب جول جامد قوي اللي هو مين يا كابتن؟ بص خالد جدالة. لا خالد ما شاء الله يا لهوي يما. هو معمول هو. لا في جول في ماتش يا جماعه الترسانه 3-0 احنا وال طيب احنا معانا الكابتن عمار معاز حارس الزمالك السابق. حبيبي عمار.